السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم درسنا السابع إن شاء الله، اللي هو بتعليم اللغة الألمانية بالكلمات وبطريقة كتير سلسة، مثل ما كنتم شايفين الفيديوهات القديمة اللي أنا نزلتها. واللي ما شاف الفيديوهات القديمة اللي نزلتها عن الموضوع ده، هاد بإمكانكم تفوتوا على الوصف عندي وتشوفوا الروابط، وتفوتوا على الروابط تبع الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل هذا. اليوم درسنا السابع، وهذا الدرس بيحكي اليوم عن دي كلايدونج. تمام، دي كلايدونج معناتها انه الملابس، تمام، اللي هي التياب الملابس. تمام، فانا مثل العادة رح احط لكم الصور، وعلى كل كلمة بورجيكم شو هي وبلفظها مشان تعرفوا كيف الكلمة بتلفظ. تمام، بتمنى من كل الناس اللي عم تشوفوا فيديو جديد، بتمنى منكم تشتركوا بقناتي، وبتشرف فيكم وتشتركوا بقناتي، وإن شاء الله في عندي كتير أفكار وكتير شغلات عم طورها ونزلها عندي على القناة إن شاء الله، وبإمكانكم تفوتوا لعندي على القناة وتشوفوا محتوى القناة تبعي. تمام، ما رح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلا مثل ما حكينا، مثل ما كنتم شايفين عنا هون، هي الصورة موجود فيها أول كلمة اللي هي موجودة فوق، اسمها مثل ما حكينا دي كلايدونج. دي كلايدونج هي معناتها الملابس. تمام، عنا الكلمة اللي بعدها موجودة هون مكتوب اونيزكس كلايدونج. اونيزكس كلايدونج هي معناتها ملابس لكل الجنسين، يعني هي بتجي يعني ملابس للنساء وللرجال. تمام، بهالمعنى هاد. طيب هلا رح نبدا باول كلمه، مثل ما لكم شايفين محطوط عليها خط، هي معناتها الكلمه اللي هي دير ترينينجز انزوغ. دير ترينينجز انزوغ اللي هي البيجامه تبع الرياضه، تبع التدريب. تمام، البيجامه اللي بينزل فيها بتدرب فيها الواحد، مو بيجامه الرياضه، بيجامه التدريب. يلي بعدها Der Kapuzenpullover. Der Kapuzenpullover هي معناتها الكنزة اللي بتيجي بطاقية، الكنزة اللي بتلبس وإلى طاقية مثل ما كن شايفينها. تمام، يلي بعدها Der Turnschuhe. Der Turnschuhe هي معناتها الحذاء الرياضي. تمام، البوت الرياضة. يلي بعدها دير شلاف انزوغ. دير شلاف انزوغ هي معناتها البيجامه تبع النوم، بيجامه النوم. تمام، يلي بعدها دير هاوس شوه. دير هاوس شوه هي معناتها انتو اكبر قدر الشحاطه تبع البيت، يعني تلبس بالبيت. تمام، مكتوب لهم بالمصري الشبشب لاخواننا المصريين. تمام، يلي بعدها دير بادمانتل. دير بادمانتل هي معناتها البرنس تبع الحمام، اللي هو المنشفه تبع الحمام بعد ما يخلص الواحد. تمام، يلي بعدها دير وينتر مانتل. دير وينتر مانتل هي معناتها اللي هو الجاكيت الشتوي، اللي بيجي الجاكيت تبع الشت تبع الشتاء. تمام، يلي بعدها دي ريجن ياكي. دي ريجن ياكي هي معناتها السترة المطرية تبع المطر، اللي بتجي خصوصي للمطر، مشان اذا اجى عليها ما مطر ما يتنبل ويفوت المي لجوات الثياب. تمام، الخصوصي المطرية يعني. يلي بعدها دي شني هوزة. دي شني هوزة هذا اللي معناته انه البنطرون تبع الثلج، اللي بيطلع مثلا على الثلج، بيروح على سيران على الثلج بيلبس هذا اللي حكينا. يلي بعدها داس تي شيرت. داس تي شيرت
اللي هي الكنزة العادية بتجي النص كم، تمام، أو الكم الطويل عادية. يلي بعدها das Polo Hemd، das Polo Hemd اللي هي الكنزات بتجي نص كم بأبة، تمام، اللي إلها أبة مثل ما كنتم شايفين، وتجي إلها أبة وزرار يعني. يلي بعدها der Rollkragen Pulver، der Rollkragen Pulver هاي معناتها الكنزة اللي بتجي إلها أبة، أبة عالية، تمام. يلي بعدها دي فيستي، دي فيستي مثل ما كنتم شايفين هاي بتجي الكنزة بدون كمام أو الجاكيت بدون كمام. يلي بعدها دير بولندر، دير بولندر هاي معناتها الكنزة اللي بيلبسوها وبيلبسوا تحت منها قميص رسمي، تمام. هاي لك صورة موجودة عندكم هون. يلي بعدها دي فليجة، دي فليجة مثل ما كنتم شايفين هاي الببيونة تنحط طبعا مثل الجراف. يلي بعدها دي كورتس هوزة، دي كورتس هوزة مثل ما كنتم شايفين هذا الشورت. يلي بعدها دي بوكسر شورتس، دي بوكسر شورتس هذا البوكسر اللي بلبس تحت الملابس الداخلية. اللي بعدها دي اونتر هوزة، دي اونتر هوزة مثل ما كنتم شايفين هاي الملابس الداخلية. يلي بعدها دي بادا هوزة، دي بادا هوزة مثل ما كنتم شايفين اللي هو المايو تبع السباحة، تمام. هلا منروح على اللي بعدها لفوق، دير انزوج، دير انزوج هاي معناتها البدلة الرسمية اللي هي البدلة كاملة، تمام. يلي بعدها دير كراغن، دير كراغن هاي اللي هي القبة تبع القميص مثل ما كنتم شايفين القبة تبع القميص، تمام. يلي بعدها دي كرافاتة، دي كرافاتة اللي هي الكراف اللي بتجي العادية، تمام. يلي بعدها داس هيمد، داس هيمد هاي معناتها اللي هو القميص اللي بلبس تحت البدلة الرسمية، القميص الرسمي يعني. يلي بعدها دير او داس زاكو، دير او داس زاكو يلي هو الجاكيت لوحده تبع البدلة، بس الجاكيت الرسمي، تمام. يلي بعدها دي هوزة، دي هوزة تمام. هاي بالنسبة للملابس تبع اللي حنشوفها اليوم واللي ذكرناها اليوم، تمام. في شغلة كمان نسيتها، تفرجوا هون فوق شو مكتوب عنا، مكتوب هون هيرن كلايدونغ، هيرن كلايدونغ الهيرن يعني الرجال، تمام، او مثل بيقولوا السادة، لقب السادة، تمام، اللي هو الرجال انه السادة، السادة والسيدات هي السادة، فانه هيرن كلايدونغ، تمام، او بتصير انه الرجال، تمام، مثل ما شايفين هون ملابس الرجالية. هلا في عنا هدول الجمال، هلا هن يمكن يكونوا صعبين شوي كبداية عليكم مثلا، بس يلي بيكررهم وبيكتبهم وبيكررهم على السماء بينحفظوا معه، تمام. وهي الترجمة رح احط لكم اياها كمان موجودة قدامه، رح اقول لكم هلا كيف بتلفظ الكلمات والجمل هي الموجودة هون، تمام. هلا اول جملة عنا هون موجودة فوق، كنت ايش تسمع ان بروبيرن،
راح أقولها مرة تانية على البطيء. könnte ich das mal anprobieren؟ أي معناتها إنه هل يمكنني أن أجرب هذا؟ يعني إنه إذا أنت عم تقيس شغلة أو عم تجربوا شغلة أو كذا، فأنت بدك تجربها، بدك تسأل البائع مثلا إنه أنا بحسن أجربها لهي، فبتقول له هي الجملة اللي هي könnte ich das mal anprobieren. تمام؟ هي الجملة. يلي بعدها haben Sie das auch eine Nummer große oder kleine؟ haben Sie das auch eine Nummer große oder kleine؟ شو معناتها große oder kleine؟ هلا الجملة كلها بتجي إنه إذا أنت عم تقول للبائع مثلا إنه أنا بدي قياس أكبر أو أصغر، تمام؟ هلا كلمة große اللي هي الأكبر إذا عندك نمرة أكبر، وكلمة kleine اللي هو أصغر. يعني الجملة شيب كيف بتصير؟ haben Sie das auch eine Nummer große؟ انت هون عم تسأله معناته انه في عندك نمرة اكبر من هذا اللي انا عم قيسه. واذا بدك تقول له عندك نمرة اصغر بتقول له haben Sie das auch eine Nummer kleine؟ انه في عندك نمرة اصغر من هذا. تمام؟ اي النسبة هي الجملة. اللي بعدها إنج وايت. إنج وايت، هلا إنج معناته انه ضيق، اذا انت مثلا قست شيء طلع ضيق، تمام؟ وايت واسع، انه واسع، بدك مثلا اصغر بتقول له مثلا ich brauche noch eine kleine Nummer. تمام؟ ما راح نضيق، حنضلنا بالجمل هلا. المهم يلي بعدها كورت لانج. كورت لانج معنات الكورت انه قصير، تمام؟ لانج طويل، تمام؟ يلي بعدها كلاين جروس. كلاين جروس مثل ما كنتم شايفين، كلاين اللي هو صغير، جروس اللي هو كبير. انتم مشان تعرفوا انه شو اللي هي، شوفوا المكتوب هون الكلمه الاولانيه مثلا كلاين مكتوبه بالعربي هون صغير، فهي ترجمتها جروس اللي هي كبير، تمام؟ يلي بعدها das passt gut. ich nehme es على البطيء. das passt gut. ich nehme es. هاي معناتها انه قياسه منيح، قياسه تمام، راح اخده، تمام؟ هذا مقاسه مناسب، اللي هي الكلمة الأولانية das passt gut، انه هذا مقاسه تمام انه منيح هذا. يلي بعدها is ich nehme es، انه راح اخده، تمام؟ يلي بعدها mit kurzen langen Ärmeln. mit kurzen langen Ärmeln شو معناتها؟ معناتها انه الاكمام صغيرة او طويلة. هلا mit kurzen انه الاكمام قصيرة، lange Ärmeln الأكمام كبيرة طويلة، تمام؟ ارجع عدلكم ياها mit kurzen أو mit langen Ärme. mit kurzen Ärme يعني من إنه مع أكمام قصيرة. وإذا بتقول mit lange Ärme معناتها مع أكمام طويلة، تمام؟ يلي بعدها der Knopf. der Knopf هي معناتها الزر، الزر تبع البنطلون تبع الكمام يلي هو الزر بشكل طبيعي، تمام؟ يلي بعدها das Knopfloch. das Knopfloch هي معناتها العروة اللي هي الفتحة بتجي تبع الزر، تمام؟ تمام اخواتي، هذا الدرس طبعا اليوم ان شاء الله بنكون خلصنا الدرس السابع، وهذا الدرس الاول عن تعريف الملابس. لسه في كتير دروس تانية رح نشرح فيها الملابس كمان وكتير شغلات، تمام؟
بتشكركم لحسن المتابعة، إن شاء الله أكون قدمت لكم بطريقة جيدة وتكون عم تستوعبوا إن شاء الله، تكون طريقة سلسة تمام. بتشكركم ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.